وين عمار يوسف من هذا الصراع السني السني؟ لا بعيد، أنا طلعت من هذا الصراع تماما. ليش؟ أي طبعا أنا مرة ذهبت إلى مشروع وطني، ما ذكرت لك واحد من أهدافي أنه أنا ذهبت إلى مشروع وطني. إحنا أيضا كحزب إسلامي وليس فقط عمار، كحزب إسلامي إحنا ذهبنا بالتحالف مع العقد الوطني وعقد شراكة وطنية بعيدا عن التوجهات الطائفية، لا الشيعية ولا السنية. من أقول الطائفية لا يفهم أنه أنا دا أتكلم بالصيغة النقد أنه طائفي طائفي اللي هو السلبي، لا أنا دا أتكلم بالطائفي الكتلة طبعا. يعني غالبية مثلا من الطائفة الشيعية، غالبية من الطائفة السنية، غالبية من القومية الكردية أو التركمانية، هذا المقصود عندي. فإحنا ابتعدنا عن هذا، رحنا ذهبنا بقائمة بيها خليط، بيها خليط، إحنا ويانا حتى مسيح.